احنا تعودنا في الكلام حوالين الحزب الثوري حول عن ان ضروري وجود حزب ثوري لقياده الانتفاضه الجماهيريه. الحزب الثوري صحيح مش هو اللي بيصنع الثوره، مش هو اللي بيصنع الثوره، الثوره عمليه طويله فيها فترات ركود وفترات جزر وفترات صعود وفترات مد طويله وفترات حتى توصل فيها الجماهير لدرجه بتبقى عندها الاستعداد ان هي تهجم على الطبقه الحاكمه. وخلال الهجوم ده بيبقى ضروري حزب ثوري يقدر يرشد الجماهير اللي حركتها متفاوته والقطاعات بتاعتها متفرقه، متفاوته في الوعي، متفاوته في القدره على الحركه، ومتفاوته في استعدادها نفسه. عندنا طبقه عامله متقسمه لقطاعات مختلفه، حتى قطاعات الطبقه عامله مختلفه عن بعضيها في الوعي وفي القدره على التنظيم، تنظيم صفوفها اثناء النضال نفسه. تعودنا على كل الكلام ده اثناء فترات من الصعود الجماهيري الكبير، ان في فتره الجماهير بيبقى عندها استعداد للنضال وبتهجم على السلطه، تنتزع منها احيانا مكاسب وبتخسر بعض المعارك، وبيبقى في حاله من الشد والجذب بين الجماهير العريضه من ناحيه والقطاعات المتقدمه منها طبعا في الصداره والطبقه الحاكمه والمتعاونين معاها، وقطاعات من الجماهير بتبقى متردده وواقفه في النص ومش عارفه تحسم مواقفها، مره مع الثوره ومره مع الثوره المضاده، وكل ما الثوره تشد شده لقدام وتتقدم لقدام خطوات، قطاعات متردده كتير في النص بتنحاز للثوره. بعد كده الثوره المضاده كل ما تهجم اكتر، قطاعات متردده بتنتمي لايه؟ في دفاعاتها، في مبرراتها، في افكارها، بتتبنى افكار الثوره المضاده وبتدافع عنها وهكذا. ده احنا شفناه مثلا، المثال الابرز اللي كلنا شفناه كان في ال 18 يوم نفسها، ونفس المثال المكثف بتاع ال 18 يوم ده اتكرر على مدار السنين الاخيره منذ اسقاط مبارك الى الان. جماهير واسعه بتحتل الميادين ضد مبارك، موقعة الجمل وتيجي والميادين تضعف شويه، الجماهير تنفض من حوالين الميادين وتبتدي تكرر الدعايه بتاعت مبارك، تدافع حتى عن مبارك وتدعو لان احنا نصبر عليه ونستنى. وبعد كده لما جماهير الميادين تصمد وتستمر والطبقه العامله تخش في السكه باضرابات قويه في قطاعات ضخمه ومؤثره اقتصاديا، وتبتدي تسدد ركلات في وش مبارك، فتبتدي الجماهير المتردده اللي في النص قطاعات منها تنحاز للثوره وتحسم المعركه بالانحياز ده. الثوره مش طبقه عامله بس ولا القطاعات المتقدمه منها، برغم ان الطبقه العامله هي الطبقه اللي عندها امكانيات اكبر بكتير في قدرتها على تنظيم نفسها، وبرغم ان هي مؤثره اقتصاديه بشكل كبير جدا وتقدر ان هي تلوي دراع النظام الراسمالي وتسدد ضربات قويه ليه، الا ان وحدها مش هتقدر تعمل، هي محتاجه جماهير فقيره من المستغلين وقطاعات ضخمه من المضطهدين كمان حواليها وملتفين حوالين مشروعها يضربوا معاها في نفس السكه، في نفس سكه اقتناص السلطه من طبعا الاستيلاء على السلطه السياسيه بمعنى صح. انتصار الثوره مش هيجي الا بكده، الا بان الثوره نفسها توصل للسلطه. الثوره نفسها عشان توصل للسلطه لازم يبقى في قطاعات ضخمه من الجماهير في قلب الطبقه عامله بشكل خاص، منظمه وموحده سياسيا بحيث ان هي تاخد الطريق ده نحو السلطه. اعتدنا على الكلام ده لما كان في فترات صعود كبيره في النظام، فترات في هجوم الجماهير في الميادين واضرابات ضخمه في المصانع، عشان كده كان الحركه الاشتراكيين الثوريين مثلا كان دايما بتبشر باضراب عام، ممكن كان في امكانيات حقيقيه بتقول ان ممكن يبقى في اضراب عام ببذل مجهود ضخم جدا بالتنسيق ما بين قطاعات عماليه وهكذا. في فترات من التراجع احنا لازم نقول الكلام ده بشكل مش بس مختلف، لكن ناكد على ضروره وجود حزب ثوري بشكل اكبر بكتير جدا كمان من فترات الصعود. لو الحزب الثوري ضروري وجوده حزب ثوري، حزب اشتراكي ثوري كبير جماهيري نافذ في وسط الجماهير وقادر ان هو يوجه ويرشد نضال الجماهير ده للسلطه في وقت التصاعد، اذا كان ده ضروره بقدر ما هو بيتضاعف، الضروره دي بتتضاعف 100 مره في فترات التراجع وفترات الركود. ضروره وجود حزب ثوري حتى لو نواه صغيره لحزب ثوري، نواه شديده التماسك من المناضلين الثوريين في فترات من التراجع عليهم مهام وضروره وجودهم هي اكبر بكتير بما لا يقص
من فترات التصاعد، ضرورة وجودهم في فترات التراجع لا تقل بل تزيد حتى عن ضرورة وجودهم في فترات الصعود، لأن فترات الصعود لما بتيجي من غير ما مجموعات الثوريين، مجموعات اللي بيتبنوا الاشتراكية الثورية، مجموعات الثوريين اللي بيتبنوا الاشتراكية الثورية، من غير ما المجموعات دي تكون بانية مع الجماهير ونافذة في قلبهم في معارك جزئية صغيرة طويلة الأمد، لما تيجي فترات الصعود لو المجموعات دي مش موجودة لا يمكن يقدروا يطلعوا بأدوار أقوى في توحيد الجماهير وتوحيد نضالهم ضد الصعود. لو احنا بنتكلم حوالين ان اللي بيفرض ضرورة وجود الحزب الثوري هو حالة التفاوت في الوعي وفي التنظيم ما بين قطاعات الجماهير وبالذات في وسط الطبقة العامة، تفاوت في درجات الوعي عندنا قطاعات متقدمة في وسط الطبقة العامة، قطاعات متقدمة تقدر ان هي تخوض ضربات ناجحة مؤثرة اقتصادية بشكل اكبر وقادرة تنظم نفسها في حركة منسقة واحدة، قطاعات زي مصانع في قطاع الغزل والنسيج، شركات خدمية زي في الكهرباء والاتصالات، قطاعات من المهنيين بالأخص التجارب شاهدناها زي تجربة إضراب الأطباء إلى آخره. في قطاعات متقدمة في الوعي وفي الحركة وفي قدرتها على التنظيم وفي استعدادها للنضال، بس الاستعداد للنضال ده طبعا ده متوقف على عدد كبير من الظروف السياسية. فلو احنا عندنا التفاوت ده في الوعي وفي درجة التنظيم، اذا كان التفاوت ده هو اللي بيفرض وجود، بيفرض ضرورة وجود حزب ثوري قوي يقدر يقود الجماهير، يقدر يوحد اولا القطاعات المتقدمة منها من الجماهير زي من قلب الطبقة العامة، يقدر يوحدها ويقدر ان هو يلف حواليها القطاعات المتأخرة والمتراجعة في الوعي وفي درجة التنظيم، فإن نفس الضرورة دي في فترات الصعود بتفرض نفسها بشكل أكبر بكتير في فترات التراجع، لأن التفاوت في الوعي وفي الحركة والتنظيم بيبقى فترات التراجع أكبر بكتير جدا منه في فترات الصعود، أكبر بكتير جدا منه في فترات الصعود. ليه؟ لأن قطاعات كتير من الجماهير بتأيد الثورة المضادة، بيحصل الثورات العميقة الكبيرة زي الثورة المصرية بتتلقى هزائم كبيرة زي سلسلة الهزائم اللي احنا شهدناها منذ 3 يوليو الى الان، هي لسه واضح ان هي هتستمر لفترة، فترة مش قليلة. سلسلة الهزائم دي خلت في حالة من الردة عند الجماهير، اولا شتتت وعيهم وحدفت قطاعات واسعة جدا منهم ناحية الثورة المضادة، ثانيا اضعفت بكتير جدا استعداد الناس للنضال. وهنا في مفهوم دايما بيغيب عن، مش دايما يعني بيغيب عن كتير من الثوريين، الثوار اللي ضحوا ونزلوا ونضلوا ضد مبارك وضد المجلس العسكري ضد مرسي ودلوقتي عايزين ينضلوا ضد السيسي، بيقولوا ان بما ان الظروف موجودة، بما ان الظروف اللي خلقت الثورة دي من الاول موجودة ومستمرة، الظروف دي لسه باقية، اذا الثورة مستمرة وإذا في هبة جماهيرية قريبة قادمة. التصور ده للأسف هو برغم ان هو يبدو تفاؤلي وحماسي، إلا ان التفاؤل والحماس زيادة عن اللزوم في فترات التراجع، التراجع والجذر الشديد في الصراع الطبقي هو للأسف مضر، لأنه بيتغافل عن الإمكانيات الموجودة الحالية في الصراع الطبقي. إيه اللي ممكن يخلي الناس تنزل الشارع ضد قرارات غلاء الاسعار مثلا؟ في فرق كبير جدا ما بين ان الناس تكون غضبانه على قرارات غلاء الاسعار وان هي يبقى عندها استعداد للنضال ضد قرارات غلاء الاسعار وضد السلطه السياسيه اللي اصدرت القرارات دي وعندها وعي بيربط ما بين القرارات الاقتصاديه دي وبين كل قرارات واداءات السلطه وكل توجهات السلطه الثانيه، عندها وعي بيربط ما بين توجه السيسي بخصوص الحرب على غزة ومعاونته للكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، يقدروا يربطوا ما بين ده وما بين غلاء الأسعار وما بين الاستبداد السياسي وما بين القتل المفتوح في الشارع. غياب التنسيق ده في الوعي والربط الحاجات دي كلها في الوعي ده بيبقى فيه، ده بينتج عنه تفاوت شديد جدا بين قطاعات
عريضة في وسط الجماهير. التفاوت ده بيؤدي إلى أنه بيكبح قدرتهم على أو استعدادهم للنضال نفسه. ممكن يكونوا غضبانين جدا من قرارات غلاء الأسعار، لكن ما عندهمش استعداد أنهم يتحركوا ضد السلطة في الوقت ده. للأسف التفاؤل المفرط بيؤدي إلى نتائج عكسية. تفاؤل مفرط لتجنب الإحباط، لكن هو في الحقيقة بيلف الإحباط من تاني من باب خلفي، يروح للإحباط من تاني من باب خلفي، ويؤدي إلى كره الشعب وكره الثورة تماما وهكذا. الناس قامت على قرارات مشابهة في 77 وما قامتش تاني دلوقتي، إذن مش هتقوم تاني. لا، لازم حزب ثوري في فترات من التراجع لازم يدرك كويس جدا العملية دي بتتم ازاي، وإن انتفاضة عفوية من الجماهير دي ليها ظروف سياسية كتير جدا لازم يدرسها بشكل كويس ويعمم ده في وسط أوسع دوائر ممكنة من الثوار من المعاطفين وأنصاره ومن قراء جريدته وقراء موقعه الإلكتروني إلى الشروط السياسية. في عدد من الشروط اللي بتحكم إذا كان ممكن يبقى فيه انتفاضة جماهيرية مقبلة ولا لا. اولا وضع الطبقه الحاكمه، اي تحليل مركزي لازم يبدا بكده، الطبقه الحاكمه فين، موجوده فين، بتفكر ازاي، وحالتها عامله ازاي، الجماهير فين، القوى السياسيه فين، طيب الماركسيين بقى فين، المشتركين الثوريين فين، هيبقوا موجودين فين في الاوضاع الطبقيه دي كلها. الطبقه الحاكمه لو ثابته ومترسخه وقويه وموحده وعندها استعداد للبطش وفتح كل الجبهات في وقت واحد، ده بيضعف جدا قدرة الجماهير على التقدم لقدام. كل ما طبعا حكمة تبتدي تهتز تتردد تتشرخ، الاختلافات ما بينها تزيد، ايديهم بتتغلى عن القمع، ما بيقدروش يبقوا موحدين في اتجاه واحد، يضربوا فيه، او هل يضربوا، هل يعتقلوا ويقمعوا، هل القمع هو ده الاسلوب اللي هيجوم على الحركة الجماهيرية، ولا هل حاولوا يستوعبوا الحركة الجماهيرية. الجماهير نفسها برضه طبعا عامله في وسطهم في قلبها وقطاعات من الفقراء والمهمشين والمضطهدين، الحالات الدينيه وهكذا. الجماهير دي هل عندها استعداد للحركه ولا ما عندهاش استعداد للحركه، ولا كوابيس القمع والقتل والمجازر لسه مسيطره على وعيها لدرجه بتحجزها عن النضال، والى درجه بتخليها بتخاف وتتردد وتفكر ألف مرة قبل ما تاخد خطوة. وهو ده كان الهدف من مجازر بشعة زي مجازر ربعة والنهضة ومن قبلهم ومن بعدهم، واحنا جايين والأحكام القضائية اللي على المفتوح. فالمحددات دي مفيش غير حزب ثوري ديمقراطي في داخله هو اللي يقدر يقرأ الأوضاع الطبقية دي، وبالتالي يقدر يحدد المستقبل رايح فين، يقدر يحدد ايه التوقعات بتاعت المستقبل. هل المستقبل ده هيبقى فترة طويلة قادمة على بال ما يبقى فيه تصاعد تدريجي في الصراع طبعا، ولا هل فترة طويلة قادمة على بال ما يبقى فيه هبة جماهيرية ضخمة، ولا هيبقى فيه حركات جماهيرية قوية في القريب العاجل. من الواضح من الأوضاع الطبيعية اللي موجودة دلوقتي ان الحركة جماهيرية متطورة وقوية واستعادة الشارع المصري حيويته من تاني والميادين تتملي وهكذا، دي حاجة هتاخد أمد بعد سلسلة من الهزائم اللي تلقتها الثورة المصرية على مدار شهور طويلة سابقة. مفيش غير حزب ثوري هو اللي يقدر يدرس ده، حزب ثوري ديمقراطي هو اللي يقدر يدرس الأوضاع الطبقية دي ويقدر يحدد بالتالي أنهي تكتيكات يقدر يتبعها في الوقت زي كده. تكتيكات في فترات التصاعد هتختلف طبعا بالتأكيد عن التكتيكات في فترات الهزيمة والتراجع وأقدر أقول عليها الردة، الناس بترتد عن الثورة والثورة المضادة بتهجم بكل قوتها. تكتيكات في فترات الصعود أكيد هتبقى تكتيكات ليها علاقة بالهجوم المباشر على الصعود، الجماهير في الشارع والجماهير فعلا بتهجم على الصعود، التقدم عنهم بخطوة والاستمرار في الهجوم على الصعود. تكتيكات للتراجع، الأحزاب الثورية بتتبع تكتيكات التراجع عشان تحافظ وتفضل محافظة على صلاتها بالجماهير، الجماهير اللي بتنسحب
عن الميادين، الجماهير اللي بتنسحب عن الاضرابات العمليه والاعتصامات وهكذا، عشان لما يبقى في فترات تصاعد تدريجي او فترات انفجارات جماهيريه مستقبليه، يبقى الحزب الثوري ده لسه موجود معنا، قادر ان هو يتقدم معهم خطوه بخطوه، وقادر ان هو يحاول ينظم الصفوف من المعارك الصغيره وصولا الى اضخم معارك، وصولا الى المناورات المباشره مع السلطه والهجوم على السلطه بشكل مباشر. النموذج الابرز على اتباع تكتيكات المرونه التكتيكيه دي ما بين فترات الصعود وفترات التراجع اللي بعدها، فترات الهزائم اللي بعدها، كان نموذج الحزب الشوفي في الفتره ما بين 1905 ل 1917 لغايه الانتصار للثوره الاشتراكيه في 1917. الثورة 1905 انهزمت، تعرضت لسلسلة ضخمة جدا من الهزائم بداية من منتصف 1907. ابتدى يبقى في ردة شديدة جدا عن الحركة وعن الثورة وهكذا، وبالتالي حزب ثوري في وقت زي كده لازم يحول الدفة بتاعته عشان يفضل يرتبط بالجماهير. طالما ان هذه الجماهير لازال عندها رغبه في مقاومه النظام، عندها الرغبه والاستعداد دي في مقاومه النظام بسقف عالي لدرجه ان هي تهاجم بشكل مباشر السلطه السياسيه، ويبقى عندها استعداد ان هي تنظم نفسها ضد السلطه السياسيه، بل وتنتزع في فترات معينه من التاريخ في بعض الثورات تنتزع السلطه السياسيه، ويبقى عندها القدره والجراه ودرجه التنظيم الكافيه ان هي اللي تاهلها ان هي تعمل ده، او في فترات من التراجع والنضال الجزئي على مطالب صغيره وسقفها واطي جدا. عشان الحزب الثوري يفضل يرتبط، الحزب الثوري لا بيرتبط بالسلطه الحاكمه ولا بيرتبط باحزاب مختلفه، ممكن ينسق تنسيقات مشتركه ويفتح جبهات متحده مع احزاب سياسيه اخرى ومع قوه حتى قوه اصلاحيه اخرى الى على مطالب وحملات محدده، لكن الحاجه الاساسيه اللي بيرتبط بيها هو الارتباط بسقف نضال الجماهير عامل ازاي في اوقات مختلفه من الصراع. طبعا في اوقات التراجع على الحزب الثوري ان هو ياخد المرونه التكتيكيه دي بقى من بعد 1907 والهزيمه الشديده لثوره 1905 في روسيا، الحزب البلشوفي اللي كان بيقول كل السلطه للسوفيتات وهنهجم على السلطه وننتزع السلطه منها، اللي كان بيقول كده مع نهايه 1905، هو نفس الحزب البلشوفي اللي كان بيخش البرلمان اللي هو مجلس الدوما القيصري، واللي هو ويناضل على حملات جزئيه وصغيره جدا في المصانع زي حملات للتامين الصحي وحملات لرفع الاجور وتحديد عدد ساعات العمل الى مطالب اقل بكثير عن الهجوم المباشر للسلطه. بس التحولات التكتيكيه دي ما بتتمش بسهوله، دي احنا ممكن نقرا عنها في الكتب ونحس ان هي سهله، انا مجرد ما هم دلوقتي في 1905 في الصفحه دي انا بقلب الصفحه بلاقيهم في 1907 بيقولوا لا احنا هنناضل على مطالب ادنى بكتير وهكذا. المساله مش بالسهوله دي اطلاقا، بالعكس مساله مرتبطه بديمقراطيه مفتوحه داخل الاحزاب الثوريه، مرتبطه بمرونه تكتيكيه درجه عاليه جدا من المرونه التكتيكيه. مثال على ده برضو الحزب المشترك في نفس الفتره، كتير من قادة حتى الحزب البلشوفي اللي قادوا الحزب في فترات صعود جبارة وفي فترات كان حتى جنود الجيش كانوا بيرفضوا أمر ضباطهم بإطلاق النار على المتظاهرين، بل وتسليح حتى العمال المنظمين في المجالس وهكذا، ومجالس ولجان كانت منتشرة في كل روسيا، العمال كانوا نفسهم بينشئوها مع نهاية 1905. في فترة من التصاعد ده وكان على استعداد ان هو يطرح اكبر واعلى الشعارات سقفا لدرجة ان هو يدعو الجماهير للاستيلاء على السلطة السياسية، كتير من قادة الحزب اللي شوف اللي قادوا الحزب خلال المرحلة الصعبة دي ما قدروش يتكيفوا، ما قدروش يبقى عندهم ما يكفي من المرونة التكتيكية، وكتير من اعضاء الحزب اللي شوف نفسه، وده بيكسر بالمناسبة اسطورة ان الحزب اللي شوف ده كان الحزب الذي لا يخطئ، الحزب اللي كان عنده قائده الملهم لينين، لا الحزب البلشوفي هو قائده لينين اللي بناه واللي لعب يعني ابرز الادوار في بنائه وتقويمه وتوجيهه سياسيا وتنظيميا. الحزب ده نفسه ما قدرش ان هو يوصل للانتصار الصح بتاع اكتوبر 1917 الا بسلسله طويله جدا من التجارب اللي كانت بتحتمل اخطاء تكتيكيه، وبالعكس اخطاء تكتيكيه احيانا فادحه
اخطاء تكتيكيه فادحه بالانعزال عن الجماهير احيانا، بتبني احيانا شعارات خاطئه وهكذا. بس الميزه هنا هو القدره على تقويم الاخطاء السياسيه والقدره على التمتع بدرجه من المرونه اللي تسمح للاحزاب الثوريه خلال فترات التحول في الثوره من الصعود للهبوط ان هو ان الحزب يقدر عنده المرونه ان هو يحول في دفه تكتيكاته. الحزب الشوفي عمل كده، وايه عشان كده قدر يبقى هو الحزب الشوفي اللي احنا بنقرا عنه وان احنا بنعتبره نموذج ناجح وابرز النماذج الناجحه للاحزاب الثوريه اللي بتتبعوا اللينينيين يعني في العالم. الا ان الحزب الشوفي عشان يقدر يعمل كده ما كانش حاجه بسيطه او سهله اطلاقا. بالعكس، كتير من اعضاء الحزب الشوفي اللي كانوا في فترات قادوا الحزب ولعبوا او قواعد الحزب حتى اللي لعبوا ادوار ضخمه جدا ومهمه جدا في الحزب في اوقات معينه ما قدروش ان هم يتكيفوا مع فترات في فترات من تراجع الصراع الطبيعي، ما قدروش يكيفوا نفسيهم من الهجوم على السلطه بشكل مباشر لدرجه ان هم كانوا على شفا الانتصار مع نهايه 1905، يحولوا نفسيهم من ده الى حملات جزئيه على التامين الصحي والاجور وحمله 8 ساعات في اليوم عمل الى وكثير منهم تبنى افكار متطرفه جدا مش مبنيه على اي اساس من التحركات ومش مبنيه على اي اساس من المد الجماهيري، على اي ارضيه من المد الجماهيري. دي اخطر حاجه في مراحل التحول في الصراع الطبيعي، دي من اخطر الحاجات الامور على الاحزاب الثوريه في خلال مراحل التحول في الصراع الطبيعي، من الهبوط من الصعود الشديد الى فترات من الهبوط والركود والموات. احيانا كتير جدا الثوريين بيلعبوا ادوار قويه جدا في اوقات معينه في الصعود ما بيقدروش يكيفوا نفسهم على العكس على فترات من الهبوط في الصراع الطبيعي. بيلاقوا ان قطاعات من الثوار وقاده عماليين وقاده اضرابات عماليه الاف بيقعوا وبيفقدوا الثقه في نفسهم وبيفقدوا الثقه في الثوره، فعلى سبيل ارضاء ذاتهم احيانا بيتبنوا اعلى الشعارات الممكنه دون الاستناد على اي درجه من المد الجماهيري. احيانا كتير جدا اللي احنا بنسميه التطرف اليساري اللي هو بيبقى اكبر خطر على التنظيمات والاحزاب والحركات الثوريه في اوقات من التراجع التراجع في الصراع الطبيعي، في اوقات من ان الميه اللي الحزب الثوري ده بيعيش فيها لو اعتبرناها سمكه يعني الميه دي بتجف وان هو مش قادر يعيش فيها بيتخنق فيها ومش قادر يكيف نفسه على الظروف الجديده اللي اتخلقت. مشكله التطرف اليساري هنا هو انه بيبني كل الشعارات والمواقف مش على اساس على الارض ومش على ما هو ممكن. ايه اللي ممكن نعمله وايه الظروف؟ ايه الاسئله اللي بتطرحها الظروف اللي حوالينا وعلى اساس هذه الاسئله نقدم اجابات جاده و نبتكر وننطلق في تكتيكات جاده تحاول ان هي تقدم معسكر الثوره خطوه لقدام من الظرف الصعب ده. مشكله التطرف اليساري ان هو بيكتفي بالشعارات الزعق اكبر الشعارات واللي هي تبدو في مظهرها ان هي اكثرها ثوريه الا ان هي في الحقيقه ما بتتعاملش مع الاوضاع على الاطلاق، هي بتنطلق من الاماني والطموحات المجرده بغض النظر عن الظروف الموجوده عامله ازاي. مشكله اكبر من كده بكتير، المشكله هي ان ده في حد ذاته ممكن نقول عليه ان هو كذب على الطبقه العامله وكذب على جماهير الثوره نفسها. يعني لو في فتره من التراجع والركود زي اللي احنا عايشينها دي ومجموعه من الثوريين بيدعوا دلوقتي حالا لاضراب عام احتجاجا على زياده الاسعار، جماهير في خطوه متاخره جدا عن خطوه الاضراب العام، لكن بيدعو مثلا الى اضراب عام الان لمواجهه الخطط الاقتصاديه للنظام، ده دي حاجه كذب على الطبقه العامه من ناحيه ان كذب من ناحيه كذب غير مقصود، انا ما اقصدش يعني ده بالعكس، ده احيانا كتير جدا ثوريين بيتبنوا افكار في الممكنه افكار بتنطلق من الاماني
طموحات افكار متطرفه جدا بيبقوا من اخلص الثوريين في الثوره نفسها، بس ما عندهمش اي تقدير، في انعزال كامل ما بين شعاراتهم وموقفهم وبين ودي حاجه خطر على الاحزاب الثوريه نفسها. في فترات من التراجع طرح شعارات بالشكل ده بيبقى ده ممكن نعتبره ان هو كذب غير مقصود بالشكل ده، لان هو بيوهم الطبقه العامله ان هي عندها القدرات دي دلوقتي حالا، ان هي عندها امكانيه ان هي تقدر تقوم باضراب عام دلوقتي حالا، وهي في الحقيقه ما عندهاش الامكانيه دي حاليا، هي في مربع ابعد من كده بكتير. الثوري الجاد في الوقت ده هو اللي بيحاول من المربع اللي هي ابعد منه بكتير يحاول يتقدم خطوه بتكتيكات اقل ويضطر ان هو يتبع تكتيكات اقل الاحزاب الثوريه في فترات، في تحول من فترات صعود الى فترات هبوط، يضطر ان هو يتبع تكتيكات اقل عشان بعد كده يطلع خطوه لخطوه قدام. المشكله كمان في تبني شعارات عاليه اعلى بكتير جدا ومنعزله تماما عن الاوضاع الطبقيه الموجوده اللي ما بتسمحش، واللي لسه الشروط والظروف ما سمحتش لان يبقى فيه هبه جماهيريه في المدى المنظور مثلا، او تصاعد تدريجي مهم وكبير في المدى المنظور. مشكله ده كمان الاستهانه الكبيره بقدره وقوه الثوره المضاده بالبطش التام، وكان الطبقه الحاكمه في حاله من الاهتزاز والتراجع والتفكك والخلافات شقاها من جواها بتشق الى درجه ان هي اضراب عام هيقوم ممكن يكمل عليها والتصدعات اللي فيها دي تحولها الى رماد تهد الحيطان تماما. الاستهانه دي بالطبقه الحاكمه وقوتها في اوقات الطبقه الحاكمه بتمارس اقصى درجات جبروتها في الشارع، الاستهانه دي في الحقيقه دي من اخطر الامور على الاحزاب الثوريه، وبتظهر في الاغلب في اوقات التحول من فترات صعود الى فترات هبوط، في فترات الثوره فيها بتتلقى هزايم كبيره جدا. ودي حاجه مهمه لازم ندرسها في سياق ان تحديد التكتيكات وعلاقتها بالاستراتيجيه. احيانا كتير جدا الاحزاب الثوريه بتغير تكتيكاتها، ما هو الحزب الثوري في الاول وفي الاخر حاجه مش منعزله عن الظرف والبيئه السياسيه، دي حاجه ده بالعكس دي حاجه بتتولد جوه البيئه السياسيه، حاجه بتتولد جوه الظرف السياسي عشان تحاول تغير وتكسر في الظرف السياسي ده. احيانا بتحاول تكسر في فترات من التراجع بمكاسب صغيره وخطوات بطيئه ورتيبه جدا وطويله جدا، واحيانا في اوقات في ظروف طبقيه مختلفه في ظروف سياسيه تتغير ومجالات تانية تتفتح، احيانا الاحزاب الثوريه بتنطلق زي الصاروخ وبتقدر ان هي تقود قطاعات واسعه من الجماهير هي في القلب منهم بالاساس. لكن التغير في الحزب، انا اسف بس عشان ما توهش النقطه بالدرجه دي، الاحزاب الثوريه بالاساس هي طالعه من البيئه السياسيه وبالتالي لازم تبقى عباره عن مرايه للتغيرات السياسيه، لو الاوضاع السياسيه والطبقيه اتغيرت بشكل معين يتوجب على الحزب الثوري ان هو يغير تكتيكاته بشكل معين يتكافئ ويتناسب مع الظروف السياسيه السائده، والا هيؤدي به الحال الى انعزال تام عن الحركه الجماهيريه. معلش انا هركز شويه على نموذج الحزب البلشفي وهضرب المثال بتاع نفس المشكله اللي احنا في الحقيقه بنصادفها في مصر في كتير من الاراء والافكار والنقاشات حتى بيننا وبين ثوريين وزملاء ورفاق ثوره في مصر. كنا مع بعض في الميادين، كنا بننزل المصانع مع بعض، كنا بننزل الجامعات نتظاهر مع بعض. لا كتير جدا من الصور من فرط احباطهم بيتبنوا اقصى شعارات ثوريه لكن حاجه مش حقيقيه على الارض، وبالتالي بتبقى بتزود انعزال الثوريين عن الجماهير. نفس النماذج بالشكل ده دي حاجه كانت بتتكرر تقريبا في كل الثورات، تقريبا في كل الثورات تقريبا كل الاحزاب الاحزاب الاشتراكيه الثوريه في التاريخ الكبيره الضخمه اللي لعبت ادوار مهمه في ثورات وقدرت ان هي تاثر وكان ليها حساب في المعادله السياسيه في الثورات بتاعتها
اتعرضت للمشاكل اللي من النوع ده بهذه الدرجة أو كده. الحزب المشوفي على سبيل المثال في فترة من التراجع الحاد في الصراع الطبقي ظهرت جواه أصوات عديدة بتطالب بضرورة دعوة الشعب الروسي للانتفاض مرة أخرى، يعني هم لسه مهزومين حالاً، وبالتالي احنا وبالتالي كان هناك حاجه الى اتباع نوع اخر من التكتيكات يحاول يقوم الجماهير من هزيمتها شيئا فشيئا، ويحاول ان هو ينزل بسقف تكتيكاته ويسبق الجماهير بخطوه او خطوات قليله ويتبنى مطالبهم ويحاول ان هو ينسقها ويوحدها ويوحد اوسع قطاعات ممكنه من الطبقه العامله ومن الجماهير عليها. بدلا من ده لا، تكرار الدعوه ل ان الجماهير تنتفض ضد السلطه من تاني، ولو فشلت نكرر تاني، ولو فشلت نكرر تاني. فما كانش غريب ابدا ان الحزب المشوفي نفسه يقاوم الافكار دي ويدي درس في العلاقه ما بين الاستراتيجيه والتكتيك في اوقات تغير الصراع الطبيعي. اهم حاجه حاكمه في تغير التكتيكات هي بس ان تبقى التكتيكات متسقه مع الخط الاستراتيجي، ما بتقدمش، بمعنى ان هي ما بتقدمش تنازلات في المبادئ نفسها، بمعنى ان هي ما بتقدمش تنازلات، مثلا ان ما بتتحالفش مع قطاع من اعداء الثوره، مثلا ما بتتحالفش مثلا مع الفلول وقت جبهه الانقاذ ضد لمجرد ان هي عايزه تسقط مرسي ف تتبع تكتيك التحالف مع الفلول ضد مرسي. ده في حد ذاته ده مثال على التنازل المبدئي، تنازل في المبدا نفسه، تخلي عن مبدا بهدف كسب قريب، بهدف ان في مكسب قريب هنقدر ان احنا ننتزعه ونكسبه. دي مش اسمها ده مش اسمه تكتيك وتغير في التكتيك وهكذا، ده بالظبط اللي اسمه الانتهازيه. ممكن التكتيكات تختلف زي ما تختلف، بس اهم حاجه ان المبادئ الاساسيه متحافظ عليها، والخط الاستراتيجي بتاع الاشتراكيه الثوريه اللي هو في اخره الهدف الاستراتيجي اللي هو سلطه الطبقه العامله، تغيير المجتمع بشكل جذري، بناء مجتمع من نوع مختلف، قلب الهرم الطبقي للمجتمع، وان تبقى القطاعات المنظمه في الطبقه العامله هي اللي قادره تتحكم في عمليه الانتاج، وهي اللي قادره تتحكم في الثروه الاجتماعيه وتقسمها على المجتمع، بحيث ان الثروه الاجتماعيه دي تبقى فعلا للمجتمع. الهدف الاستراتيجي ده اهم حاجه، ان التكتيكات ما تتناقضش مع هذا الهدف الاستراتيجي، ما تتنازلش مبدئيا وتتعارض مع الاهداف الاستراتيجيه. التعارض مع الاهداف الاستراتيجيه ده ببساطه ده بيبقى اسمه الانتهازيه، زي ما احنا وصفنا الافكار اللي بتدعو ليه او اللي بترفع شعارات عاليه جدا عن الحركه الجماهيريه، وبالتالي بتعزل نفسها تماما عن الحركه الجماهيريه، وبالتالي لما يبقى في حاله من الصعود مقبله ما بيبقاش في اي مصداقيه للثوريين طول ما هم كانوا بعاد عن الجماهير في فترات من التراجع، فترات صعبة ما بيبقاش ليهم اي مصداقيه. لو احنا بنسمي ده التطرف، تبني افكار وشعارات على اساس التمني وبتاع، فالتحولات التكتيكيه اللي بيبقى فيها تنازلات في المبدا نفسه دي ملهاش اي اسم تاني غير ان هي تكتيكات انتهازيه.